كفانا كاتبان علميان انجليزيان اسمهما الاخوان وايت هايد، واحد اسمه نيل واحد اسمه باربار. هؤلاء كتبوا كتابا تحت عنوان جيناتي هي التي دعتني أن أفعلها، وتكلموا عن هذه القضية وبيّنوا وفضحوا الأمر بشكل منقطع النظير، أنه ما يقال من أن هناك سبب جيني وراثي يستلزم من هؤلاء الذين يمارسون هذا السلوك أن يمارسونه قسرا أكذوبة، روج لها على مدى 30 سنة، وبيّنوا في كتابهم هذا أن المجتمع الأمريكي تعرض إلى حملة تضليل واسعة مارسها الإعلاميون والسياسيون والحقوقيون من أجل تصوير أن هؤلاء أناس مجبورين وينبغي أن نتقبلهم وينبغي أن لا نتعامل معهم بإقصاء، لأن سلوكياتهم قائمة على منشأ وراثي منشأ جيني. وهذا الكتاب تعرض لكل الدراسات التي طرحت والتي صور من خلالها بأن هناك جين مسؤول عن الشذوذ. بل أكثر من هذا، قبل عدة سنوات ادعي أن هناك دراسة قدمها عالم الوراثة الأمريكي دين هامر، طبعا هذا من العلماء الأمريكيين الداعمين للمثليين بقوة، فقيل بأن هذا العالم الوراثي اكتشف الجين المسؤول عن الشذوذ، ونشرت المجلات الأمريكية في ذلك الحين مقالا واسعا تحت عنوان عالم وراثة أمريكي يكتشف الجين المسؤول عن الشذوذ، وروج للفكرة أن القضية مرتبطة بتركيب جيني وأن هناك جين مسؤول في الإنسان قد يدعوه إلى ممارسة هذه الحالة. فلما رأى هذا العالم أن الإعلام ورطه في تصوير أن هناك جين مسؤول وهو عالم وراثة سيحاسب من قبل أقرانه، اضطر إلى الخروج على الإعلام وقال أن ما نسب لي من أنني اكتشفت جينا مسؤولا عن الشذوذ كذب محض، ولا يوجد اكتشاف من هذا القبيل، بل الأقرب أنه لا يوجد جين مسؤول عن هذه الممارسة. إذن اعتراف من شخص هو من أكبر الداعمين للمثليين، اعترف بأن هذه الدراسة تزيف، مما يعني أن هناك بروبوغندا تحاول قدر الإمكان أن تدعم هذه القضية وتروج لها وتضلل من خلال الإعلام وتصور بأن القضية قضية مقبولة.